لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نفتح الدلفي، هنا لدينا برنامج الدلفي، هنا لقد لوضعت الملف في سطح المكتب. نفتح ملف جديد هنا، هنا نعطيه ناو و ويندوز فيسيال ابليكاسيو. هنا تكون الفورم الرئيسية الأولى هنا هكذا، هذا الشكل أحسن. هنا أول شيء نختار الأدو تيبل و داتا، نختار داتا بايز يعني داتا سورس لربط الجدول مع الدلف، و داتا كونيكسيو ادو كونيكسيو. نختار ادو كونيكسيو، اول شيء نختار ادو كونيكسيو. هنا لدينا ادو كونيكسيو و ادو تيبل، نحتاج ادو كونيكسيو و ادو تيبل. وكذلك هناك من يستعمل ادو كيري، كذلك توجد ادو كيري، سوف نتطرق لها مستقبلا. ونختار مثلا داتا سورس، هنا لدينا داتا سورس، هذا العناصر الثلاثة التي تقوم بعملية ربط الملف الاكسس بالدلفي. كذلك نختار دي بي جريد لكي تظهر المعلومات، هنا دي بي جريد و دي بي نافيكاتور التي تقوم بعملية الحذف. أول شيء نذهب إلى ادو كونيكسيون، نضغط عليها مرتين أو نعطيها، عندما نضغط على ادو كونيكسيون تأتي هنا كونيكسيو، هنا كونيكسيو ستيك، او نضغط عليها مرتين، نضغط عليها هنا مرتين تأتي بهذه الطريقة. نضغط على هذا البطن هنا عند الربط الاكسس، سوف نربطه من هنا مايكروسوفت جت كات، هنايا نربط الاكسس. ولكن اذا وضعنا الاكسس اكسس 2007 سوف نربطه هنا مايكروسوفت، هنا 12 اكسس داتابايز، هذا الذي نربطه ب دلفي سات او دلفي 10 او اما الى ذلك من انواع الاكسس. ولكن ما دام انني قمت بعمليه التحويل من 2002 و2003 نستعمل هذا الخيار واقول له التالي. هنا نختار قاعده البيانات توجد في السطح المكتب، ها هي قاعده البيانات، هي تيست وراها. هنا سوف أعطيها هكذا، أضغط عليها وأقوم بعملية اختبار الاتصال، ها هي لقد نجح عملية، أقول له موافق أوكي. هنا نختار قبل أن نذهب إلى الأدو تيبل، نضغط على هذا الخيار، نضغط عليه نعطيه فولس هنا لكي لا يخرج دائما طلب الكلمة المرور في البداية، دائما نحذف هذا الخيار، هذا الخيار سوف نحذفه، كان ترو سوف أعطيه فولس لكي نحذف كلمة المرور دائما يطلبها في البداية. ثانيا نذهب إلى ادو تيبل ونربطه بادو كونيكسيون، هنا لدينا كونيكشن، سوف أضع ادو كونيكسيون، من ادو كونيكسيون سوف أعطيه جدول الذي لديه هو الذي سميته بتابل A، ها هو الجدول تابل A، هذا هو الجدول الذي قمت بعمله، وأعطيه ترو كذلك سوف أعطيه ترو. من هنا داتا سورس سوف أربط داتا سورس بالجدول، عندما نضغط على داتا سورس نذهب إلى هنا خيار داتا سات، سوف أعطيه الجدول الذي ربطته بأدو كونيكسيون هكذا ادو كونيكسيون.
وهنا على ليكم في العلم أن توجد مثلا يدينا أدو كونيكسيو واحد فقط، ولكن توجد مثلا كثير من الجداول التي نقوم بربطها ببعضها البعض، مثلا أدو واحد، أدو اثنان، أدو ثلاثة، أدو أربعة، سوف تكون كثير من الجداول وكثير من داتا سورس، وكل داتا سورس مربوط بالجدول، كل داتا سورس مربوط بالجدول، وتكون هناك علاقات بين الجداول إن شاء الله ربما سوف نتطلق إليها مستقبلا، ولكن هذه البداية لربط الأكسس بالدلفي بطريقة بسيطة وسهلة. هنا نعطي كذلك نضغط على ادو دي بي نافيجاتور، سوف أعطيها داتا سورس نربطها بداتا سورس، داتا سورس هي مربوطة بالجدول والجدول مربوط بادو كونيكسيون، هنا نعطيها داتا سورس أه؟ وكذلك دي بي جريد أعطيها داتا سورس هنا هكذا لقد ربطتها بالجدول. سوف أقوم بعملية فتح الادو كونيكسيون، ادو كونيكسيون هنا لقد هنا ادو تيبل لم اقم بعمليه الاكتيف، هنا ادو تيبل سوف اقوم بعمليه الاكتيف اعطيها ترو هكذا كما ترون لقد اتت، كما ترون هنا لقد اتت الحقول على دي بي جريد. سوف اكبر دي بي جريد واعطيها الخاصيه دائما في الخاصيه اللاين هنا، سوف أعطيها مثلا في الأسفل هكذا وأكبرها هكذا، وكذلك أعطيها لدي بي نافيجاتور لكي تكون ملتصقة بالجدول لوضوح هكذا. هذه تقوم بعملية الإضافة والحذف وتعطينا السجل الأول الأول والأخير والتالي والسابق والتعديل، هذا النافيجاتور يقوم بعملية تلك الأزرار التي لقد قدمنا عليها فيديو سابقا، الأكواد التي كنا نعطوها للأزرار التي تقوم بهذه العمليات. هنا نضغط نرى أن الحقول غير ظاهرة، مثلا الأدرس غير ظاهر، ونرى أن الحقول هنا كبيرة، نضغط فقط هنا مرتين على الديب جريد هكذا ونظهرها عن طريق هذا الزر ADD يعني إظهار جميع الفايلد يعني جميع الحقول، هنا كما ترون أنها ظاهرة. عندما نضغط على أي حقل تأتي هنا التابل، سوف نتحكم على الويث، يعني هنا الويث نتحكم في عرض الحقل هنا في الدلفي، فلذلك لا يكون عرض الحقل في الدلفي مرتبط بالأكسس، يعني لذا قلت أننا سوف نتحكم عليها في الدلفي، يعني نضع الحقول فقط ونوعها في الأكسس، والعملية التحكم في الحجم وجميع السياق الأخرى أو التنسيقات سوف نقوم بها في عملية في برنامج الدلفي. هنا مثلا أعطيه مثلا أنا في حق النوم سوف أعطيه مثلا 50، في الأكسس أعطيته 40، سوف أعطيه 50 مثلا، سوف نرى أن الحقل بدأ في الحقل النوم، سوف يصغر الحقل، حجم الحقل يكون صغير، نضغط انتري ها هو لقد اصبح 50، انظر حجمه كيف اصبح هنا حجم الحقل في دي بي جريد، سوف اعطيه 100 هكذا، سوف اضغط على برينوم هكذا وكذلك اعطيه حجم 100 هكذا، لقد ظهرت كما ترون هنا هاي الحقول بحجم العادي، سوف كذلك أصغر في حجم الأدرس، سوف أعطيه مثلا الأدرس سوف أعطيه أكثر من 100 مثلا، لديه كتابة طويلة أعطيه 150 مثلا هكذا، وهنا توجد الإيماج يعني الصورة. هكذا يكون تنسيق في ديب جريد أو إظهار الصورة الواجهة أمام المستخدم بهذه الطريقة والتنسيق على ديب جريد. هذه الطريقة أسهل طريقة وأبسط طريقة لربط الأكسس مع الدالفي، ربط الأكسس مع الدالفي بطريقة سهلة وبدون أي صعوبة.
وفي الأخير أرجو أنكم استفدتم من هذه الأفكار البسيطة وزيادة من الأفكار مستقبلا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.